كابتن حسام على مدار سنين طويله مميزه جدا جدا جدا، ما اعرفش مره واحده يعني، كان في 2000 على ما اعتقد و10 على ما اعتقد او 2011 مش متذكر، كان دي كانت البدايه ان انا ما كنتش بلعب معاه باستمرار، وبعد كده رجعت العب واجيب جوان، وبعد كده هو ساب النادي الاهلي. لما رجع المره اللي بعدها كان غريب جدا معايا في المعامله، يعني بره الملعب شخص تاني خالص، جوه الملعب شخصيه يعني انت ليه بتعمل معايا كده؟ ليه يا كابتن حسام مش عايزني ابقى موجود في النادي؟ ليه مش عايزني اكون موجود في الملعب؟ طب ما يمكن رايه الفني انك انت مش جاهز. ما عنديش، ما فيش اصل قصه مش جاهز دي صعبه جدا، يعني لو انا مش جاهز سنتين دي تبقى كارثه. لو لعيب مش جاهز لمده سنتين دي تبقى كارثه.